ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هتكلم على موضوع مثير شوية، عن برج الميزان وعلاقاته. يعني بالنسبة لعلاقات برج الميزان او المرتبطين ببرج الميزان او المنفصلين عن شخصية الميزان، هيهمهم جدا جدا الموضوع ده. برج الميزان هتكلم عن لو انت بعدت عنه، لو انت حصل انفصال، حصل مشكلة وحصل تباعد، ازاي نرجع نقرب العلاقة دي؟ ازاي نخلي برج الميزان ينجذب لينا مرة اخرى؟ ازاي نخليه ان هو يدينا فرصة تانية؟ غلطنا، عايزين نعتذر، عايزين نصلح. كتير بيحصل ده، فبنبقى عايزين نصلح بس بيبقى مش عارفين ازاي، خاصة ان برج الميزان صعب جدا جدا. صعب ليه؟ لان اول حاجة برج الميزان بيتحمل كتير قوي وبيجي على نفسه عشان العلاقة دي ما تبصي او يحصل بعد، لان برج الميزان ما بيحبش القطيعة او ما بيحبش البعد، بيبدأ يقدم تنازلات، بيبدأ ان هو يحاول انه يتفاهم معاك، بيبدأ يشوف طبعك وطريقتك وانت ايه اللي محتاجه منه عشان خاطر يقدر يديهولك. فبالتالي شخصية الميزان بيجي على نفسهم كتير جدا جدا عشان العلاقة دي تمشي. فاذا ما بيحصلش بعد او انفصال الا لما بيكون جابوا اخرهم، او ان الانفصال جه من ناحية الطرف الاخر مش من ناحية برج الميزان. فده شيء مهم جدا جدا لازم نقول ونوضح، ان الانفصال بيجي بعد تعب ومعاناة وقسوة على برج الميزان بشكل قوي، لانه تحمل كتير، يا اما الطرف الاخر هو اللي كان سبب في البعد ده. طيب في كلتا الحالتين ايه اللي بيكون الاسباب المؤدية ان برج الميزان اساسا ينفصل؟ احنا قلنا منهم سبب اللي هو انت ممكن تكون الطرف الاخر اللي بتتعامل مع شخصية الميزان، انت السبب، انت قررت تبعد او قررت تنهي العلاقة، ده سبب. الاسباب التانية ان برج الميزان ما بيقدرش يفوتها هي موضوع الخيانة، موضوع الغدر، موضوع ان هو يحس ان كان لعبة سخيفة بالنسبة لك، موضوع ان برج الميزان يحس ان هو مصلحة كنت بتعبر بيه شيء، يعني عشان خاطر مش عارفة ايه، يعني خدته مصلحة مش اكتر، كان لعبة، لعبة بقى بكافة اشكالها، يعني جميع انواع اشكال اللعب. برج الميزان مشكلته، او ساعات بنعتبرها مشكلة او ساعات نعتبرها ايجابية، ان هو ما بيحب او ما بيرتبطش بالشخص الا لما يكون بيحبه جدا جدا ومتأكد من علاقته. فلما يبدأ يلاقي ان الشخص ده جرحه، خان، غدر، ما كانش بيحبني، كان بيحبني مصلحة او حاجات بقى من الكلام ده كله، فبيتأثر تأثير قوي جدا جدا. ممكن الشخص ده لو تراجع في وقتها ممكن برج الميزان يجي على نفسه ويبقى قاعد مستني، بس في من جواه بيغلي، بالتالي ان هو هيطلع معاك انتقاد، يبدأ يجادلك ليه ومش ليه وي وي، وفي الاخر في الاغلب ان الصورة مش هتعجبه بالشكل الكامل، لان مواضيع ليها الخيانة والغدر وي وي ده شيء برج الميزان مش بيغفر فيهم، لانه بيبقى قاسي جدا، مش بينسى، يعني مش بينسى الحاجات دي. فده في الاغلب او في الاخر بيؤدي الى بعد او انفصال. طب ايه اسباب تانية؟ اسباب اللي هي العادية ممكن تكون اللي هو مشادات كتير، عدم تفاهم، اختلاف في الآراء، إثارة الجدل، زعيق مع بعض، التدخلات من الآخرين، اللي هي المشاكل أو أغلب المشاكل اللي بتكون موجودة مع تراكمات، مع حاجات كتير جدا ممكن يؤدي إلى البعد والانفصال. فدي الأسباب اللي ممكن تؤدي. الحاجات الأولية، الأسباب الأولية دي بتكون شيء أساسي بتؤدي إلى انفصال وبعد، لأن برج الميزان مش بيكمل بعدها. الحاجات التانية اللي هي ممكن يكون زعيق، عدم تفاهم، تدخلات في من الأهل، كل الحاجات برضو اللي من النوعية دي ممكن برج الميزان مع التراكمات بيقفل. فدي الأسباب. أنت بقى دلوقتي عايز ترجع لشخصية برج الميزان. برج الميزان مش من السهل إنه لما يبعد، وحتى هو في قرارة نفسه إنه بيبعد، هو بيراقب، يعني هو خلاص هو مش عايز يرجع لك، بس بيراقبك، بيشوف حب استطلاع، بيشوف انت اخرك ايه، وصلت لايه. بيحاول، مش بيدور وراك بمعنى الكلمة، ولكن هو بيشوف حب استطلاع بس. فحاول على قد ما تقدر انك تستخدم كل الوسائل الظاهرية امام شخصية برج الميزان انك شخص اتغيرت للأحسن، لان طول ما انت ما اتغيرتش للأحسن، وطول ما انت سابك زي ما انت، طول ما انت واقع او وقعت اكتر او فشلت، كل ده هي برج الميزان هيقول لك طب كويس ان انا سبته،
عادي جدا، لكن دور دايما عشان شخصية الميزان يبدأ يتعلق بيك أكتر، يراقبك أكتر، إنك تعلى بنفسك، تعلى بنفسك مش مهنيا فقط، لا تشوف إيه الغلطة. يمكن مثلا انت كنت شخص بتاع بنات، او انت كان ليكي اسلوب مش عارف، لا نبدأ ان احنا نوضح ان احنا فعلا اتغيرنا. لما شخصية الميزان يحس ان اللي قدامه ده اتغير، يبدأ ان هو يقول ايه ده، فيبدأ يراقبك نوع من اول سلم اهو. الحاجة التانية ان انت تبدأ تبص لمستقبلك، تبني مستقبل اكبر، ان انت تكون احسن، تكون افضل، فبالتالي برضو بيبدأ ان هو يراقبك اكتر فاكتر. انك طبعا ما ننساش انك تهتم بالمظاهر الجمالية، ليه؟ لانك لازم تغري عين برج الميزان برضو، يعني انت بتغري عقل وبتغري عين. القلب بقى احنا هنخش فيه. برج الميزان يمكن من اكتر الشخصيات اللي كتير يحس ان هو فاهمهم، لكن هي شخصية مش مفهومة، شخصية هو لو عايز يغلوش عليك هيغلوش، انك ما تعرفش عنه حاجة يعني. فعامة برج الميزان يبقى احنا اول حاجة احنا نغري العين، يعني ان احنا نكون اشيك، ان احنا نكون افضل، ان احنا نهتم بنفسنا، بجسمنا، بالالوان اللي بنلبسها، بمظهرنا بشكل عام. تاني حاجة انك هتهتم بيه ان انت بتتغير وتوضح له انك اتغيرت، ان انت ما انت اللي عايز ترجع يبقى اذا انت اللي غلطان، فاذا تصلح، فابدا فعلا انك توضح ان انت اتغيرت للاحسن. ان انت، وعايز اقول حاجه، شخصيه الميزان عشان ما تتصدمش، دي بقى نصيحه قويه، عشان ما تتصدمش انت حصل مشكله من اسباب اللي احنا اتكلمنا عنها دي كلها، ولان عشان احنا قلنا ان برج الميزان بيشيل جواه وبيتراكم جواه لحد ما خلاص بينفجر، فبيبدا لو انت جيت ترجع له، لو جيت ترجع له قلت له خلاص صافي يا لبن ونرجع لبعض، اصل انا بحبك ومش عارفه ايه، ولا انا بحبك لسه، عمره ما هيرجع، بل بالعكس هيعلي عليك ويكرهك في عيشتك، هيبدا ان هو ينتقدك، وهيبدا ان هو يطلع كل انفجاره فيك، فبالتالي انت شلت والموضوع احنا بنقفله اكتر. لكن كون ذكي وانت بتتعامل مع شخصيه الميزان سواء رجل او مراه، نجذبهم تاني بالطريقه، نرجعهم بالطريقه. كل برج ليه تعامل معين على فكره، وده التعامل الامثل مع شخصيه الميزان. برج الميزان على فكره يعني لو هنيجي نتكلم، هو نفسه في ايه؟ هو نفسه انك تروح على طول تقول له انا اسف وتجادل معاه وتتكلم، لكن مش هيكون بالإثارة القوية اللي تخلينا متميزين أو علاقة متميزة. فأنا عايزة العلاقة ترجع بشكل قوي. احنا دلوقتي قلنا العين، احنا نجذب بالعين ونجذب بيه العقل. العقل اللي هو انك تتغير، تبين ان انت اتغيرت، تبين ان انت بتهتم بمستقبلك اكتر، ان انت مهتم بدنيتك، ان انت ابتعدت عن اشخاص مثلا لو هم السبب في المشاكل دي، لا انت بتقترب من اشخاص تانيين ايجابيين، بتبتعد عن الاشخاص السلبيين، بيبقى ليك دور مميز. حاول ان انت تكون علاقاتك، واحذره جدا علاقاتك انت كرجل، احذر جدا انك تكون مثير الجدل ما بينك وما بين اي امرأة تانية على السوشيال ميديا بتاعتك، او ان انت تسمح للجدل ما بينك وما بين امرأة ايا كان. وفي نفس الوقت لو انت امرأة، خلي بالك جدا، لان رجل الميزان في اللحظة دي هو هيبدأ يقول خلاص يعني، فلازم ان انت توضحي ان مفيش اي حد في حياتكم، لا احنا متفرغين لحياتنا المستقبلية، احنا بنغير من نفسنا، احنا بنحاول نرضيك. خلاص ملينا العقل لبرج الميزان، ملينا العين، وناخد وقتنا. ولحد ما انت كمان في اللحظات دي انت بتتابع برج الميزان، بتقدر تتابعه كشخصية، بتشوفه ايه معاك في الشغل او تمام، لكن كمان بتتابعه على السوشيال ميديا، لانه هيظهر لك رسائل من خلال السوشيال ميديا، هيوصل لك الرسالة بتاعته بأيا كان الطريقة. وعلى فكرة لازم تتعامل كمان مع برج الميزان بنوعية أو طريقة التخاطر، لأن برضو روحانيات، لما تدخل الموضوع فيه روحانيات، لأن برج الميزان من أكتر الأبراج روحانية، فبالتالي الموضوع برضو بيأثر فيه جدا جدا، فالتخاطر هيأثر فيه، فبالتالي هينجذب ليك روحانيا. فاحنا عايزين نقفل كده كل الأبواب على برج الميزان، من حيث العقل، من حيث القلب، من حيث العين، من حيث الروحانيات. طب خلاص احنا مالينا بقى العين والعقل والروحانيات، ندخل في قصة ايه؟ القلب. انت هتبقى بتراقب بقى برج الميزان وهيوصل لك رسالة، ما تتكلمش او تتدخل بالقلب الا لما تلاقي رسالة من برج الميزان انه ممكن يسمح بحاجة، انه وضح لك انه هو تعب جدا، او انه هو كان متأثر بسبب اللي حصل، او انه هو يعني خلاص فوض امره لربنا بسبب اللي حصل.
جه رسالة ليها علاقة بال ها في باب جديد بيتفتح، ما هو بيجر شكل برج الميزان من النوع اللي ممكن يعمل لك رسالة كده يجر بيها شكل يعني اتكلم. فابدأ بقى وقتها اتكلم، بس أول ما تتكلم تقول على فكرة أنا بحبك، أنا غلطان جدا جدا، أنا معتذر عن اللي أنا عملته، أنا تحت أمرك في أي حاجة، بس أهم حاجة نرجع نصلح مع بعضنا نتفاهم، ما تدوش فرصة للكلام، كمل كلامك الإيجابي بس تكون معترف بغلطك في الأول، يليها كلمة أنا بحبك أو أنا بحبك. فالموضوع ده أنت كده بتكتمه بصراحة، أنا ميزانية وبقول لكم بقى أنت كده بتكتموهم. فيبدأ إن هما يضحكوا ضحكة بسيطة بس من جواهم، أوعوا ده من جواهم شعللة، لازم هيجادلوا معاكم على كل اللي حصل. خرجوهم بقى هدية حلوة، كلام حلو كتير، لطف في المعاملة جدا، وقتها العلاقة ممكن ترجع أحسن من الأول. ده ببساطة إنك إزاي ترجع شخصية برج الميزان، إزاي تقدر تجذبه أو ترجعه زي ما كان معاك في الأول، اللي كمان لدرجة أحسن وأفضل. ده كده جزئية من الموضوع، ممكن ابقى اتكلم على الموضوع بشكل اكتر بس قولوا لي رأيكم انتوا بقى، يعني عايزين نتكلم عن سلسلة في المواضيع دي ولا ايه؟ يعني هبدأ ببرج الميزان، ممكن اعمل برج تاني. عامة بشكركم جدا جدا، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في قناة تفعيل الجرس. سلام.